تصور لو أن هؤلاء ذكروا حديثا واحدا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رسالة لهم في واتساب أو في تويتر أو في أي وسيلة من وسائل التواصل، إذا به يظهر بأمور: أولا نشر علم، ثانيا بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثالثا أن من قرأ سيصلي لا محالة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسلمنا من قول صلي، ولست واليا علي حتى تقول صلي، ولست آمرا لي، إنما الآمر لي هو الشرع: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالشرع هو الذي يأمر. أما كونك تحث الناس على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو على أي ذكر من الأذكار، فعليك أن تأتي بما أتى به الشرع. الشرع أتى بأحاديث أو بنصوص تدل على فضيلة هذا الذكر أو فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تأتي بها. هنا ظفرت بهذه الفوائد التي ذكرتها وفوائد أخرى ربما لم أذكرها.